السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا ليدل كيمبا مركز سوتشوكتان كسور دوادا متكم إذا برنامج جديد على بنوغا برتين إنه هو ذا يدين سومرينو برنامج جديد عند سود إنه على با وحنو دير دك سارنا كنا ورئيسنا ديوغا هالدور كو أبل شدة هدي أي حال هاي علماء الدين كأقوياها كجناعة تدا دل يرد دنك سبورتيكا إيو أفكستا أو بلشدة لحدي هذا أكتيفيست أما ودر رقاقة برنامج كنا مانتا وحامرتي نوغوا الشيخ أحمد الشيخ عبد الرحمن الشيخ أحمد وكما قدير الشيخ أحمد يمني الشيخ أحمد يمني وحاو كمدي هاي علماء الدين كصوماليات يكون رقان مريكان كقارة حانا قبل كانوا هاي مقالة ديسة كولومبوس سلام رحان تانا الشيخ أحمد وحاو رقاقا أريمها بلشادة كليا كمكو ابن أوكليا مساجدة إيو أريمها الدينيقا وحاو سيدو كليا عنك قيستا تاقيرانا بلشادة نكال دوان شيخ أحمد كسورو برنامجك أكدوا ما شاء الله الله كبرك أعداد أو فرح سنة ما تنا برنامج يني تي في نما أمرتكوا هاي ويدين سلام ذيك ولا الله أبوه وأنك أجمع علني نام هذا النسيسي إن شيخ أحمد دتكو حيكوي قناة شيخ أحمد يمني إنك استوى أن هذا أرارتي ديها ركض دري مجا عاجو أرد مايسترن هذا ندتكو شيخ أحمد يمني أم بيكوي قناة وحنش على الله هين بالبرنامج كان هذه وكفى إيدي سنة يعني كنا نوفى إيدينا يا إن بلشدة أشياكته وأكما الشيخ أحمد يمني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وملو دونك تكجور تمرك رؤيدي ماذا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحارب أنا أمهد عليه وآله سيد بشير والديق برنامج تي في وعصب وحالي إن شاء الله تعالى الله يدين بركة أحمد يمني وناناس وايه أنا قوم مركي لي بحيم وقين كولومبوس مركان إماضي أحمد علي دهايه لكن مركز دمان أحمد يمني اللي ده أنا هنا ده هاي وقدم يقو أنكور هله مركز ماشي مركز ومجالد كلهم بس مركز أحمد يدا بدناي قفل مركز ماشي وكيم إذا لقوا قبناه أحمد يمني مركز أحمد يمني أنا هنا وده هاي أمبان ساركي لكن مجعيق وأحمد شيخ عبد الرحمن شيخ أحمد حان كل شيء ده كبدني سنة قلنا لقي أبا تولير أو كنت على سوماليا oo joohor gobolka joohor ka tirsan tuuladaas waxa la mahdayaa Allah mahday weyn si dadku yaqaan ana ku dhashay kadib ka soo baxnay Yemen ay maaday Yemen magaalada Leeraa Bayda gobol Leeraa aan ku kornay waa gobol kari abtiyashii waaye hooyadii u dhalatay marka xagaan marka waxbarashadii hoos ku soo qaatay dabcan marka soo weynaadi kadib adiga oo high school ka amal soo gaaray Masar aan imaaday alxamdulillaah ومصر مركا إما ذي كدي بحانق لي دراسة أو حانق لي أم حالة وحبر الشدة عادي هان دراسة دي ديني جاني أنا قاعد بيها معلن كي كوبا تعب بيه واحد أبيه معلن كي كوبا بعدها قرآن كسيج عبري تفسير ك إلى سورة ياسين أبيه سيج أقري حديث 40 رياض الصالحين مختصر صحيح مسلم مختصر صحيح البخاري أنت سيج أقري فقه سفينة الصلاة متن نبي شجاع كفاية الأخيار أنت أسوي أقري إيه وحير أو مجموعة الحمد لله كدي من مصر أي ماذي مصر حقوق جوي كدي من مريكان كأي ماذي مريكان كحاجة صور على مجال رابتسبرغ وكتالو إستيف بن سلفينيا سومالي بدن مجوجين حقوق مرك حقه قصص وحيلة حقوق ياب بدن إلى هذا حي مرة شيء دونا إن شاء الله كدي من مجال كولومبوس أسوي جوري إنك استوى أتكسوتش دو قيس علماء oo sida haatan baad noo sheegtay aad tahay ah Sheikh Ahmed Sheikh Abdulrahman Sheikh Ahmed oo ila saddex faraad qof diin inta kasoo jeeda qoys diin kasoo jeeda kasoo jeeda aad tahay hadana in waxaan jeclaan lahayn bal inaad noo sheegto marka laga tago barashada Soomaalidu waa dad muslima barashada diinta kadib in aad noqoto sheekhan caanka ah ee umada Soomaaliyeed iyo dunida muslimka ba laga wada yaqaano in aad noqoto مفليس إن نقنيس قف نعس. وسؤال في عواي أو قف كسر دنيرا روينا أرنتاس أو كبرى رجيو هرتا أنا مركي يرانتي إذا وحان جعل مرك روح هاد قف أو حس كهاي أو جعل وحين وقيبي مصر إما ذو حان حسوس تاي مصر ممنوع هاد ورقد إن لقيبي أو دين كو قرن تاي مركا مساجد كتاجا وحان سوق هذه جري ورقدها يرسلو تكذا يوحى سوق هذه جري واقي قيبين جري ورنيه هو يالو حيرنا اللي يجي الأجنبي هيك تهاي مع مصارع عرتها وحيد تراها مهما هيلي يا غريب خليك أديب قفك أو ودنك غريب كأهو إذا بيالو هبود بود المواطن متيد أنا تامل وحير كرا لو ترحير كرا كل ماذا سيلي دي يجري مركا مركي أو مريكان كي ما ذينه وها حسوس تاني سكول سومالي مجرين فصوف سومالي مكسين سيلو قرا
لكن انجليش مركان بارتي انا باس باري waxaan sameeyay jiray marka war ina hadiid qoro mesela si maalinta isniin tii khamiis tii la soo maayo kale inaan qoro oo arabiga ku qoro aan darbiga ku dhajin jiray message-ka baabkiisa markaas waxa la yiri Soomaali ku dar Soomaali ku dar Soomaali markii dambe ku dari jiray Soomaali markii dambe xuruufta aad ii dhibi jirto xakamayd oodo kalo hadii dadkii kalibideed ku wadii lagu noqdo waxa arki duco DUCO Soomaan DOCO aan qori jiray marka English kun baan aan ku qori jiray marka dadku almiim xaw tartiib tartiib wa soo baranay marka sideed waa jaceel ilaahay ii geliyay had oo fadl min allah waaye laakin marna isma dhahaynin wa ku xataa markaan duubay kilibkan duubay waxay ahayd in dadka la gaarsiiyo oo kilib yar inaan qaado oo duubo oo saddex daqiiqo ku hal daqiiqo aan ku bilaabay مثلا waxaan dhahay kala ahabu salaad khayru salaad salaat alfajr fi yawm aljum'a fi jamaa salaadtan ugu khayr badan waa salaada subax maalinta jumca wa jamaa lagu tukado waa 15 second english ku xijir 15 second somali ku xijin jiray sidii aan ku wadin markii dambe walaal somali baa u dhahayn dad speaker badan carab way joogan speaker badan english way joogan laakin kilibadan why you have to mix why somali bisma ka dhigtid sidii marka aan bilaabay kilib oo somali kliye inaan duubo facebook markii soo gelgeli jiray hal mar mar facebook uu buuxsamishan uu noqday qof kaliya fadliga igu leh hadana oo labaad oo alxamdulillaah oo خير الله سي يقول إن كورج كري أنا سي وذا نحو شيخ محمد إدريس خير الله سي فيسبوك حتى مركو جاء أو بيج كأسيق أو بدل أنا حتى ما أقول سيلو بدله فأني سوشيال ميديا حاجة أكون في يعني شيخ محمد إيه بدلي بيج كده سي دي أمريكا بيج كوجيرين جري الحمد لله مركز دم بوا كليب كوا قاعد يجري واجري جي وقاعد يجري واجري جي عيالك حافظ أن سمرينا مرة مركز مجالك على تاجي أنا كولومبوس أنجيو حاصل عادة كواس وذا نقانا kumagaal kale markaan tagay dad la arkay soo galay islaama adii mistaken qalad ma sameeyno ani ahmed yemeni waaye haashi ahmed yemeni waa ku daawanay kan ku fiirsanay aniga kilibkan wallahi isma dhahayn kilibkan yar taathiirkaas uu sameeynaa isma dhahaynay masha Allah isma dhahayn marka alxamdulillaah marka saas uu ku tagay bilaaw hore saas ahayd jaceel aan qabay u qabay ahayd ilaa subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynaa inuu ikhlaas kadi uu nasi aqbalo siina barakeeyo sheekh ahmed barnaamijkeena waxaanu inta badan diirada ku saareynaa dhalinyarada iyo guusha nolosha iyo guuldaraysiga intaba marka su'aasheena ugu horeysa ee barnaamijkeena waxay noqonaysaa waa maxay tallaabada ugu wanaagsan ee qofka dhalinyarada ahi uu qaadi karo si uu guul uga gaaro nolosha Ustaad Bashiir waxaan ku sheegay arrin oo aniga igu dhacday oo jeclahay qof kasto dhalinyarada inuu ka faa'iideysto hada aniga sameeyay waxaan dhahay qof kastana uu sameyn kara bishiir marka magaalada imaaday hal kelmad ingiriis ma garanayn aniga one word waxaan xasuustaa ana wadada maray qof ahaay dhahay haay macnaheedu wallahi ma kaseenin qisasta igu dhacdo xanuunka badan waligaa aan hilmaamin markasta markaan sheegana hadoo kale ay ila tahay waxa kamid ah ani laba nin kala isla deganeen application aan buuxineen application aleek yani application ku waafiri hal kelmad meesha ku qoran ma garanay Soomaali waa taqaan waa isaa application ku li buuxi qofteelo dhiibi interview ganaga qaadays Ahmed waa li yiri meesha antay kalab baad tigay soo istaagay waa hadashi wallahi inay hadlays wa u jeeday laakin hal kelimo oo fahmo iyo malahan marka waxa iskari magaari waxa waa arrin madugay maal dhaxay marka waxa dhay marka waxa waay soo samaran saan dhaw iyo maran qosol iyo thank you aan dhahay gabadhii markii interview waa dhameysay waxaan maleynaa maca salaamay ugu tiri maro laakiin ma fahmin aniga markii istaagtay aan fahmay markii leed dhahay waa ku dhamaatay markii istaagtay aan dhahay anoo ay dhamaato isku soo istaagay thank you aan dhahay isku soo bax kelmad thank you aan xusuustay aan dhahay meel iska fiiri iski labaad aan lagu yeere saddex nin ayaa soo maahan interview 5 minute kii rujuu waxaa la soo yellow folder la soo siiyay markii la soo siiyay waxaana kaal adi yellow folder uu siiyay maxalli soo siiyay waay way igu xishooday ilaa ma hadlin kii saddexaad aan lagu yeere yellow folder asna soo sii markaas waxaan adiga lagu soo saaray maxaa loo soo bashii madaxna uu saan u luxuu xir ma taqaana hadoo kale wallahi markaan ka sheekeynay ka ana hadoo kale inay tahay wuxuu ahmed ma fahmin wuxuu ku tiri inuu madax saan u luxuu markaas aan may markaas wuxuu ku tiri shaqo kuma siin karo because english ma taqaanid hal kelmo ka jawaab weeyse saas miya ha dhaha way aan ku dhahay ana ku tusi doona asoo baxay meeshii waxaan bilaabay markii ESL inaan raadiyo marka Soomaalida warwareystay iskool waxa la sheegay yaro oo
تجان دك عير تقاطع تجان ليش شيء كي أنت جي ناقت معلم مدة ماشي ويا بنت هاي أنا مرك ماشي إيمت حافر أنت دواوين لا فديها وهدمر وبدين هين ما أنا معلم مدة جيسك معلم مدة وحيلة يا أنا ويا بنا أرضي ده أو تتكلم حبر تامية مثلا إسكولا معلم مدة وحيلة بنت سأني سؤال شو يدينا مرك تنبه وحيو تري أحمد who's your caseworker محل الله هاي أوكي كاش بس كقاعدة تاعي فورس تام قاعدة مركي أرتينا أوف أهي إلى قبل ده صدق دان قرر له ماشي جوكتو وارهادي لها وانا ما هتعلي لها وحيتر أحمد you are in wrong place ماشان إنجليش لو مبرتي وتر ماشان وحالي ما ده وقت لو قدرنا صلا سكول كلي وعدة حد ده تقنا أركيدي متليرة وهاي سكول كوي هاي ستريت كوي اللي جرو هذا فوري إن كلمة قرناع كي وعدة كي المهم وحيقول هذا الشيء ماشي مركان تجي وحان تجي وحالي قابل سد حقف ويسوي سنة قابل شو حالي لايبريري أنا واخذ كوفرين هاي أني تام أقل سكرتها إنجليش ماشي أفضل وصع أفرص عن كذا اللي جينا كان كلها دارت they help me like وحالي عاوزية عادي أهان within 5 months ويسم شن بالجوده هذا أصون نقطة قبل دي انترفيو أنا قاعدي سي ماشي أنا كوسون نقطة أبليكيشن كي أنا قاعد بحسده إيدي ما حسوسته في كورس لكن هو حسوسته أبليكيش إيدا انترفيو جا قاعدة مركي جا قاعدة كدي بيستاكتي يلو فولدر كيسيس إيدو حان ورتي يلو فولدر مكا قاعدة مركا سيدي أشقك بالأبي يبي أسكو باللعبة سكول كي سلامر كولومبو ستيد عن باللعبة ماشي مركا انتقي وحالي يرينو وحالي كولومبو ستيد كلاس إنجليش كيدا ماذا نقارن حسب ما وركو حالي ما جاري وحا قاعدة نسائي بيسك وقاعدنا هنا بيسك بيسك يعني بيدا بلا وحوا حوا يبلا بين هنا امتحان عن قاله سدح كلاس يقوني تو يو ثري اللي سكره بي كيس سدح هذا اللي فريسي وحنا أنا وصوح وصوب برت حوق وحبيب بلا بين امتحان عن قاله هدي كان ليدي كم وقاله امتحان كيسه سيدي مرك امتحان كم قاله هل كوار قاتي كذب كلام وحان بلا مرك إنجليش كان بلا وحنا وحنا 97 اللي هجر 98 99 100 97 معلمة ده وحي يابتك هل امتحان ما جرت أو بقول كيركينا وحي تير مركز سد امتحاني قاس وحي تير هذا بقول دم بكين انت فاينل دم بلقى مرة بو ناين سبن فاينل مقادرين ناين ايد فاينل مقادرين ناين 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 فاينل مقادرين ناين ايد كيان وحن حسوس ده هل مادة وحن كياني ناين ايد برسنت كياني وحن أحسن هيبو بقول كير إنا هلو مرهبي معلم ده وحي تير كم هير وكوجي ذا حنا وحوت ماشان كولومبوس سيدا الله هاي نايني هداه شيت إيون هداه شيت جي بي أي وحلي رأي الحساب هاي و 4 points واي نايني إلى 100 وحبا يسوريرين حد سان ديار ما كديارا كتالي ولا خلاص أنا كده مرك سيدي أمرك كوب بالله الحمد لله سكول كإنجليش و دين عايز كده إي إس إل وحاجة إس إل قراءة جرتو مرونو تو مركي لقاه قراءة مركي لقاه معلنا نوديه مركها قريشان إتون بيجي لسكرب سيد حور قذال قراءة ورقد كوباد هان قري ورقد كوباد وحو يجي بوحي مركا جدود بدنو كبو بوحي وحو يرسو صح مركو يأركينا حوغو أنا ددكو حاها إيادا كيار عن جعلين ناهر مركو أرك حوغو إنان قرادات كان لبس مركا سوير if you fix it within week وحو يروا وكو أو review it again ما ننت لبادا أوكياني مركا سوير مسوا فيكس كريسي ها وفيري وفيري وأقري إيه بلاسو إيقو قري ماشا markaasu waxaan xasuustaa maalinka la wuxuu yiri su'aal aan idin weydiinaa horeya ii sheegi kara complete sentence wax la dhaho maxay ka kooban tahay dad cadaana meesha marka hadda khalas ajaanib waa ka soo baxay 102 waxa way class high way dadka dadka wadanka la dhigana marka waan markaas qof ka jawaaba la waayay markaas axmed ma sheegi kartaa markaas aan ku dhahaa maxaa way complete sentence maxaa la waxaan dhahay waa subject iyo verb iyo object ka kooban yahay wuxuu yiri haloo saabiya wuxuu yiri axmed English is my first language. Second language حتى مو ملينا إنه يهي وضحي. و third language ويهي. English صانو وبرت مركو حوير أحمد وحوير مركزه ماشي وأمانة. إيش يلا بعد مركان كياني. إيش يلا بعد مركان كياني. أي وسي وحوير كان سدحات حتى يرون هاف تيكيت. مو بهنا قبته. مركو حاج ويلي سومالي يعني سلي دقيقين ماشي ليين. أو مودن كان دتك كبرتي إيه. أو مركي هاد لاين وحواية قطر واي. حتى أكسل ماله. لكن قرأك مركي لجاري. إبرين نقدين مركز وحوك وير نمعلك وحوك وير مركز حضارة أحمد إذن عاوي قبل وأقولت لك ويك وحناي بكز أنا ما نين كان حد شلو حتى مكي لحد لايو أنا أفكي واجي جبسيني
بيدي بيد حتى ما كل ساري كير مركز قبل يا مركز حاول تري قبل يا عاب الحمد لله قبل بيك وباستي لكن ويلكي إيه هات تيك الجيم وأمرك ده ويلكو حير والله با كبير كل بكاس وليه هذا مركز الحمد لله مركز ماشي سان كسور باللعبة مركز قف والبا ودن كان جو وحوا إسباري كره أنا هاي مجوجن ماشان أبي ميجوجن ولا الإي مجوجن حتى صاحبي مجوج مركز أمريكا كي معناه كل جيا إماده حتى مسكناف صاحب ولا لي هوي أبى مسكناف صاحب حتى إيه مجيء ودان كان دبعت بدن كسوم مري برا فدي بان كسوم مري بابور لأنا يود عادي الحمد لله فاينل لكن جول كي دان يرتوا حاربنا ده حدارتنا ميل قرتي مركور إنه جول كولا هذا واه أنا ها تو جول سان ودان كان كله مركز إيمانه وحبرش ابن بحار هاي شهادة أوسر ليس وقف ابن آدم قادن كرم حاوى PhD أوكي مالي يقو قرنة مارك I have to reach this goal. وحرب تأيوه قاطت وقع. I have to reach it. تلا بعدنا إيه goal كي لبعد وحي إيه هيست وحيهات إن أنا كده حبيحن دعوتي إيه مساجد أنا كده حبيحن. لا بدأ goal عن الحياة لأن هذا كده حبيحه وحاء وأنا كبر برا. لأن رب ضنا سوسو قالوا حارك قارتي ما دبتي قار خمر باللابي قار حتى وحبرش دي عادي كده عن. أنا نبي دردارين كي سوحوها الله نحرس حودي هجري. أحمد هدارتنا الدنيا وحكة قارتي دين هذا إلى شو. لأن أبين وحأرك جري صلاة عصر مقص قصوب حجورية إلى عشاء مساجد كوفة دينجيري بوس وكل مساجد كبيضة ولا يقاني شعب عبد الرحمن كرسي مركز ما إنه أنا صوب مش فأنا بنون إسك عيان وإسك عيان مركز يقول أحمد حير أب هدارت ماشي ندون الدنيا قول كجارت دين هذا حيسو تنكر أنا كودة إلى هو كوفة لكن أصل كون غوت الدين تونا مركز لا بدس قول الله الحمد لله تي بي جري ووسر رئيسنا ما جاري 2018 كان دكتور هذا أودن بيقاته ورغد ووسر ابن آدم قاعد ذكره مساجي دعوذنا الحمد لله وكل حجره.